الرجاء وبكل إلحاح وبكل رحمة أن تشفقوا على أب وأم ملتعين من الحيرة والخوف على مصير ابنهما المسمى سامي كمال بن عاشور أصيل مدينة حمام سوسة. نداء عاجل توجه به السيد محرز بن عاشور إلى الحكومة التونسية والسورية والمجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان لعله يجد مخرجا لابنه الموقوف في السجون السورية بعد أن غادر البلاد في 9 مارس متجها إلى ليبيا قصد حفظ وترتيل القرآن الكريم. عيش ولدي، رد بالك على روحك، رد بالك على روحك. وصلوا لليبيا؟ ايه، قاعد يكلم فيا مدة يمكن الجمعة، ما نكذبش عليك، 3 مكالمات 4 مكالمات واني نوصي. امي انت كش تعرف امي مش قال كش يعمل غادي في انتسل ما كل امه اموري مية مية اذيهي لا بس علي، كيفاش تخسر في حوايجك؟ عايش ولدي قال لي والله جمعيه هاني نغسله في الماكينه نهار بعد نهار، والله يمه لا بس علي، وناكل في الرز وناكل في الدجاج ولا بس علي. وعلى اساس يقرا في القران؟ ايه، ورسول هكا قال على اساس، لما قاليش على اساس ايه يقرا في القران. وتو نروح هاني في الجمعيه، تو نروح. عملت اني اتصالات اخرى في ليبيا، برشا ناس نعرفهم وكذا، باش نعرفهم انا نوصل نلقى ليبيا ولا حاجه نساله كيفاش. قال لي يا خويا فما برشا جمعيات، هو مش نسألك عندي خوالي 4 شيوخ ولا شنو في بنغازي، راهم يعرفوا كل شيء كذا. طمني شويه. طلبني بعد قال لي راه شفت في بنغازي فما 4 جمعيات ما فماش فيهم، فما في درنا 3 جمعيات، هم تشوف لكم نكلمك. كلمني قال لي راه لقينا اسمه سامي كمال بن عاشور في درنا. فهمتني؟ قال لي راهم سجلوا ويقرا على روحه. قال لي باش يقعدوا 40 يوم برك ويروحوا. فهمت؟ طمنت. وي الحكايه وقتها هو لوين تي وقت الحكايه، ركبوا وركبوهم وكل شيء ووصلوا لتركيا ووصلوا للحدود وتشدوا. سمعت نهار 28 تو الحكايه اخسر كيفاش تجي حتى العقل ما يفهمهاش. من نهار 9 لنهار 22 يكلم فيك، وهو اللي هو لاباس وعنده خاطر يكلم فينا اموره 5 على 5، ما فماش حتى في كلامه ما فماش شكوك اللي هو محبوس ياسر وشادين وعاملين وكذا مرتاح يعني. اي معناها دا العمليه وقت بين 22 و 28 بين 22 و 27 يقولوا ركب نهار 27 ولا نهار 26 في 4 ايام. في 4 ايام فهمتني، شد السلاح وتعلم وكذا. سمعت من بعد قالوا واحد، قالوا لي في سوريا ما امنتش. قلت اخي ولدي مازال مشيخي في سعد جند ومشي لسوريا، رسول الله ما امنناش، ما نكذبش عليك. اما سمعت قالوا، وبعد قالوا لي راهو طلع شنو غسلوا له مخه ولا شنو، ما يصلي في الجوامع الشيوخ غسلوا له مخه. وباخي الشيخ اللي غسل له مخه شبيه ما بعثش ولده ولا مشي هو. يا خي ليش اش عملت لوليدي؟ علاش بعد وليت نسمع في الكلام هذا؟ اما في لولو وميمتك ورسم ميمتك مشوي استبعدت هذا الكل. كان بعد سمعنا هالشيء وليدي الكل، بعد سمعنا هالشيء الكل. اما ولدي ولا يتدرب وعنده سلاح؟ لا ما سمعتش بيه يتدرب وعنده سلاح. ولدي مشي نهار 9، كيفاش تدرب وتشد نهار 28؟ عايش ولدي ضي معقول، مشي نهار 9 مارس تشد نهار 28، فين تدرب؟ كاتب جميع المنظمات، رئيس الجمهوريه قداش من مره، كش اسمه وزاره الخارجيه قداش من مره، مرات عديده مش مره، 2 3 و4 معناتها فهمتنا. عملت ناس تاع الانترنت، 3 من الناس طول النهار وهما يكاتبوا فهمتنا. لا وزاره الداخليه، وزاره حقوق الانسان، وزاره العدل، وزاره شو اسمه المنظمات الحقوقيه في تونس، المعارضين، المجلس التاسيسي، رئيس المجلس التاسيسي، رئيس الحكومه. الردود اش كانت؟ الردود حتى اي رد، ردود فما رد اللي على الاقلها وتوا في يدي هو الرد هذايا. كي كتبت سوريا يعني وكتبت المنظمات السورية، ومن من يرجيني ردها ومن عند منظمة حقوقية في سوريا، معنا رجح من سوريا، من سوريا على الأقل اطمن فيها تريف، على الأقل بعثتني اطمئنان وتقول تحكي لي فيه اللي هو كونه راه مغرور به من كذا، وتو يرجع يحكي لكم على الشعب السوري ويحكي لكم على سوريا واللي هو ما فهمتني. لا راه مغروا بهم. نقول ولدي ايه؟ ولدي غسلوا له مخه. نقول ولدي غسلوا له مخه الشيوخ. الشيوخ خاطر بعد سمعت في حديث قالوا يعطوا فيهم في محاضره بعد صلاه العشي وبعد صلاه الصبح، ولو يحكوا لهم ما فهمتهاش. ايه ما فهمتهاش نيشني يا وليدي، ما نفهمش، ما نكذبش عليك، هاني فرحانه ولدي صلي عادي مش ماشي في حاجه اخرى، فرحان ما فهمتش الشيوخ. وراس ولدي الغالي يا كون سخلت ولدي مشي مشي كما خليهوش. تو سمعت من بعد نفي بليش يشدوهم بعد صلاه الصبح ولا بعد صلاه العشاء في هنا
جامع اسمه جامع السلام حذانا، وعرفتهم شكون هما زوج من الناس هذوما، وقادهم وهز فيهم بالكعبه بالكعبه، هز برشا من الحومه هذيا، هز جي 4 ولا 5 ولا 6 فهمتني، يلقاهم عمره 20 19 21 يغسل له مخه بالكدا بالكدا، وما نعرفش كيفاش يقول له يجي باش تعمل قران في ليبيا، مش تعمل محاضره قرانيه، ومن غادي يختفوا على البلاصه، الله اعلم كيفاش يعملوا عاد يختفوا، فهمتني كذا. الاهتمام نتاعهم الطيار نتاع هما تو يقولوا اي تو يقولوا عليهم اللي هما يقولوا سلفي جهادي، هما يبعثوا هما كانهم عاملين انتربريز، يما يهزوهم يهزوا بالواحد بالواحد اللي يخطفوه كذا منه منه، والله اعلم اش ياخذوا عليهم ولا اش يعملوا فيهم ولا كذا منه منه، هما ناس يستغلوا في الصغار هذوما اللي ما فاهمين فيها شيء، فهمت كذا، ما يقولهمش لجهاد ولا شيء، تو غادي يغسلوا لهم مخهم كي يوصلوهم للبقايا، حطوهم قدام امر الواقع، ممكن يهدوهم يقول لهم نقتلك تو كان ما تمشيش، يمكن كذا، ما عندها مجموعه ولد واحد كذا، اما اللي يؤسفني ما عادش نحب نسمع في التلفزه ولا في الجرايد يقولوا مجموعه ارهابيه، ثبتوا انتم ومجموعه فهمتني تابع القاعده، انا تابع القاعده يعني ولدي تابع القاعده، منين يعرفها تني معناتها هي القاعده؟ راني حتى مصلي وقلت له يزي صلي في دويرتنا وفي البركة، ورس ولدي العزيز ما دريتش باش نتشوي على كبدي، يا ولدي كان عندك كبده تو تحس يا بابا خويا، راني مشويه راني مشويه راني مشوشطه راني مشوشطه راني مشوشطه، نطلب من الحكومه من الصحافه من اللي عنده اي مسؤوليه يرحمني ويرحم بوب. فان اصدقاء سامي كمال وجيرانه في حيره واستغراب غير مصدقين ما جرى له. ما كنتش نتصور يجي نهار اللي سامي باش يوقع في الـ في الـ في الـ الخبيثه نتاع الناس هذوما، ولا باش يوقع ضحيه في وسط ناس حشاك وسامحني وحاشا لما يسالش ناس مسخين ما همش ناس في المستوى، نقسم بالله ونقسم بالله 3 مرات سامي لا عنده حتى ريحة شيء. اني ما جراتو متصورش قداش تصدمت كي قريت في الجريده، معناها اللي هو حطوه تابع القاعده وارهابي، خبليه معناتها نمشي لويت نهار 28 تشد كيفاش في 20 يوم ولا ارهابي ولا تابع القاعده وتابع معناتها ما شيء ما يتصدقش، وصدقني مصدومه معناها مصدومه غروا بيه خويا غروا بيه حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، هذوما اللي وليدات نظاف معناتها يقراوا على رواحهم هكا، مشاو يصليوا على رواحهم دخلوا لهم كسوزه حاجاك في في مخوخهم. قلت لك هذا صاحبي يعني مشى كي مشى ليبيا نورمالمون باش يقرا القران غاديك، وهو ماشي على البيوت هذا، حتى كي كلم دارهم وكل شيء قال لهم هكاك، مي تقريبا يعني داروا به غاديك، وحسب يعني الحديث اللي نسمعوه من هنا ومن داروا به غادي وعطوه السلاح ولقى روحه يعني خدم الامر الواقع شد السلاح باش يمشي حرب، والله اعلم عاد كيفاش شنو الطرق اللي استعملوها باش هو يعني يولي باش يعني يسكنوا له. لحظه انت بصفتك صاحبه وتعرفوا مليح مليح ومعاشرين بعضكم من الصغرى، تتصورش اللي هو يوصل في يوم من الايام انه يشد سلاح ويمشي في مخه الجهاد في سبيل الله والحاجات هذه يعني. لا ما كنتش نتصور هكاك يعني، ونعرفوا يعني حتى في الحديث نتاعو حتى في التصرفات نتاعو الكل كانت سلميه يعني، ما عمره ما استعمل العنف، حتى نوصل انا وياه يعني ما نتفاهموش وكل شيء، ما عمره ما صار حتى ما بيناتنا لا عياط لا حتى شيء، ديما كان نتخالفوا في الراي بعد نرجعوا نفس يعني نفس الحكايه ونرجعوا اصحاب ونضحكوا مع بعضنا، ما صار حتى شيء يعني، ما نظنش عنده الميول هذه نتاع نورمالمون الاكثريه ذاك شنو اللي صار، لا هما غروا بيه. سامي نعرفه من اللي انا صغير، جيران حيت في الحي ثاني وياهم، وصغري كامل عديته معاه، نعرفه ولد عاقل مريق اللي يقرا على روحه، خذ الباك عم ناول يقرا في البوزار لهنا، صحيح هو يصلي ولا ومعناه اما ما عندوش الحكايه هذه، حتى هو يصلي معناها يقعد في الحومه يمشي القهوه يتصرف عادي معناها ما تحسوش هكا المتطرف ولا وليدات نضاف كما الوليد سامي هذا نعرفه يصلي معايا في الجامعه ونعرفه معك في مع برشا شباب يصلي، لكن مع الاسف يبدو ان معناها غرر بهم، وثم شكون اللي يعملونه في سوردو لافاج دو سيرفو وغرروا بهم وعلى اساس باش يمشي ليبيا ولا شنو ويقرا القران ويتترى، واذا بهم انا يلقاو روحهم امام امر مقضي. السلفيين هذوما يبدو انهم السلفيين هما اللي غرروا بهم، وانا نعرف بعض منهم ما تحدثتش معهم ولا حاجه كيما هكا فهمتني، لكن قيل لي وحسب ما غادر ان انا كيما ولد كيما سافي انسان يقرا في البوزار يا رسول الله ما غرر به، ولي انهم يعني يعملوا لهم اجتماعات في الجامع ويقعدوا بهم يعملوا لهم على
اساس معناها الجهاد في سبيل الله، وهذا حسب ما قيل لي اللي هو الجنه محلوله قدام، مش جنه في الذراع حلولهم في الجنه، معناها جنه كامله لهم، واللي قاوم في سبيل الله وكذا وكذا وشباب وغسل مخاخم طريف يقول لك انا ماشي للجنه وانا نقاتل في سبيل الله كما كانوا يقاتلوا قبل اجدادنا والصحابه رضي الله عنهم وغيرهم كما قاتلوا هم، نقاتلوا احنا هكا العقليه نتاعها ماشي قاتل باش يمشي للجنه هو، واذا بها اغذروا ونوصلوا هما، فهمت؟ الحكومة صامتة وما تاخذ حتى موقف وما تنجمش تاخذ موقف حسب رياني الله، ولو ان الحل كان بيدها هي، لكن عندنا حكومة ضعيفة جدا، فهمتي؟ ما تنجم تعمل شيء. قال شنو قال كي جاو يكلموا فيهم قالوا خيخذوهم هبطونا من المريخ، اما لو قاعد هيدا عليهم ولا غروا بهم جاو من المريخ زاد، ما كيف كيف؟ معناها انت وخذ موقف كذا، اما حكومة ضعيفة على الغالب، معناها حالة مكرمة، حالة مكرمة. هذه امور من فوق، ما دام هما قطعوا العلاقات الرئاسة ورئيس الحكومة وكذا، هما يحلوا المشكلة هذايا. رغم اللي احنا قاعدين نحاول الحمد لله